بلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة 2079 فرعا بنهاية العام 2017، وذلك بافتتاح 41 فرعا جديدا للبنوك خلال 2017. تصدرها مصرف الراجحي ب 554 فرعا، اللي هي كل من الأهل التجاري ب 400 فرع وبنك الرياض ب 340 فرعا. الجدير بالذكر أن قائمة البنوك العاملة بالمملكة تضم بالإضافة البنوك السعودية إلى 12 بنكا مدرجا في السوق، 12 بنكا أجنبيا لها فروع بالمملكة.